حلمي. مساء الخير، انا مي حلمي، هكون ضيفه النهارده في نفسنا. انا شايفه ان في برنامج نفسنا بحبهم كلهم، يعني بغض النظر عن هما بينفسنوا على بعض، بس بحب اتفرج عليهم. انا اكتر واحده ممكن تقول لكم كم من نفسنا في حياتها عامل ازاي، مش قوي يعني، بس كل الستات لازم يبقى في ما بينهم نفسنا عاليه بتودي النار. الغريبه ان انا نفسنا صادفتها من ولاد اكتر من بنات، يعني دايما كنت بشوف ان الولاد بيغيروا من البنات اكتر من ست تغير من ست. قعده الرجاله دلوقتي بقت فيها فرق ما بين قعده الستات، لان قعده الرجاله بقى يخشوا في كلامنا بقى، ولون شعرك حلو قوي، الفستان اللي انت لابساه لا ده ضيق عليكي، ده واسع عليكي، فما بقاش في فرق ما بين قعده الستات وقعده الرجاله. قعده الستات لازم تتكلم على واحده تانية، لازم نجيب واحده ونقطع في فروتها. لما ينفسن عليا راجل يعني بيزعل على الفيسبوك مني من اللي بكتبه عليه، وبيتفضح يعني بالاخص الناس كلها بتعرف هو مين ومين منفسن عليا ومين عمل ايه ومين ضايقني. لما الست بقى بتنفسن اول حاجه بروح اشتكي للرشاد على طول، يعني ما عملت لي دي اكتر حاجه بعملها، بس بستنى لها بقول لها هتيجي هتيجي جاهزه.